ايوه يا نورا، البلو اوت يعني لو ده الديب سيستم مثلا، لو ده الديب سيستم وده بيرفوريتور وده السوبرفيشال سيستم، المفروض الدم يمشي من السوبرفيشال للديب. لما البرفوريت، والحكايه دي محكومه بفالف يعني بيسمح بمرور الدم من السوبرفيشال للديب. لو البرفوريتور باظ ممكن الدم يمشي عكس الاتجاه، ولو مشي عكس الاتجاه كده لفترات طويله الحته دي من كتر ما الدم بيخبط فيها بتوسع وتتنفخ لبره لبره، هي دي بلو، تتنفخ بلو لبره اوت، بلو اوت هي دي بلو اوت. يعني البلو اوت ده دايليتد سوبرفيشال فين ان ذا فرونت اوف انكومبتنت بيرفوريتور، دايليتد سوبرفيشال فين ان ذا فرونت اوف انكومبتنت بيرفوريتور، هو ده كلمه بلو اوت. لما بنلاقي بلو اوت كده بنفهم ان البرفوريتور اللي قدامه بايظ، نفهم البرفوريتور اللي قدامه بايظ. طب لو في بلو اوت على انكومبتنت سفينوفيمورال جانكشن، يعني السفينه فيمورال جانكشن ده المفروض يزق الدم كده، لو السفينه فيمورال جانكشن باظ والدم رجع عكس الاتجاه الوريد ده هيتنفخ. البلو اوت اللي على السفينه فيمورال جانكشن اسمه سفينه فيريكس، هو بلو اوت عادي بس لانه على السفينه فيمورال جانكشن سموه سفينه فيريكس. ايه فهمتيني يا نوران ولا لا؟ اوكي لا لا لا، ده دايليتد سوبرفيشال فين ان ذا فرونت اوف انكومبتنت بيرفوريتور، هو ده تعريف البلو اوت. تعريف البلو اوت دايليتد سوبرفيشال فين ان ذا فرونت اوف انكومبتنت بيرفوريتور. محمد كان يو ريبيت دوبلكس فايندينج ان بارشال اند كومبليت فينوس اوبستراكشن؟ العيان النورمال بيبقى فيه فينوس هامب وبعدين لما ياخد نفس يحصل اوجمنتيشن، ده النورمال يعني ده الوريد نورمال ان فيه فينوس هامب ولما ياخد نفس الصوت يزيد. فاهمني يا محمد؟ فاهم النورمال؟ تمام. العيان اللي عنده بارشال اوبستراكشن للوريد ياخد كده بينا صم، لما ياخد نفس الصوت ما يزيدش، يحصل لان الحته دي ضيقه فالنيجاتيفيتي بتاعت الشيست مش عارفه تشد الدم كويس عشان الحته دي ضيقه، فيحصل لوس اوف اوجمنتيشن. في صوت في فينا صم، يعني في فينا صم زي ده لكن في لوس اوف اوجمنتيشن البارشال اوبستراكشن. اوكي لا باي فيزيك وتراي فيزيك دي في الارتيريا يا محمد، باي فيزيك وتراي فيزيك فلو دي في الارتيريا. انت فهمت فكره الفينس اوجمنتيشن؟ لوس اوجمنتيشن هو المفروض لما حد نورمال ياخد نفس يقوم الصوت يزيد لان الفينس ريتيرن بيزيد مع النيجاتيفيتي بتاعت الشيست، ده النورمال. العيان اللي عنده بارشال اوبستراكشن لما العيان ياخد نفس الفينوس ريتيرن ما بيزيدش. طب لو العيان فيه كومبليت اوبستراكشن ما فيش صوت اصلا، ما فيش صوت، ما فيش فينوس صم اصلا، الثلاثه واصلين خلاص، النورمال والبارشال اوبستراكشن والكومبليت اوبستراكشن. تمام، نخش على باب الليمف. حان باب الليمف ثلاث موضوعات، التي بي والليمفوما والليمفديما، هما ثلاث موضوعات التي بي والليمفوما والليمفديما. اول موضوع هو
التي بي مثلا. التي بي عشان يوصل الليمف نود، هو الليمف نود الليمفويد تيشو بتبقى مترتبه فيها كور بره كده وماسس جوه كده، يقولوا على الحته اللي بره دي كورتكس القشره، ويقولوا على الحته اللي جوه دي مظله. الليمف بيخش من هنا من عند الكورتكس يتصفى ويتفلتر ويطلع من عند المظله. يعني الليمف نود بيخشها الليمف من هنا ويخرج من هنا، ده الافرنت وده الافرنت. لكن الدم بيخش ويطلع من عند الهايلم، يعني من عند المظله، ده البلط. يعني البلط بيخش ويطلع من عند الهايلم، ده البلط سبلاي. ولذلك عشان اقول لك التي بي، ميكروب التي بي وصل الليمف نود، فهو هيوصل يا اما عن طريق الليمف يا اما عن طريق البلط. يعني التي بي عشان يوصل للليمف نود هيوصل يا اما عن طريق الليمف يا اما عن طريق البلط. لو وصل عن طريق الليمف اول حته هتبقى افكتد الكورتكس، لان الليمف اول دخوله على الكورتكس. لكن لو وصل عن طريق البلط اول حته هتبقى افكتد المظله، لان مداخل الدم المظله. الحقيقه من غير ما تفهم الحته دي ما مش هتفهم حاجه خالص في التي بي ليمفادينايتس. يعني التي بي ليمفادينايتس فكرته كله ان الليمف، الليمف نود مداخلها يا اما ليمفاتيك يا اما بلط، وان الليمفاتيك بتبقى داخله من عند الكورتكس. ولذلك لو التي بي وصل عن طريق الليمف اول حته هتتاثر الكورتكس، انما لو وصل عن طريق البلط فاول حته هتبقى افكتد المظله. السؤال الجاي، يعني ايه افكتد؟ يعني عامله تيوبركلس جرانيوليشن تيشو اللي هي سنترال كازيشن وابيسيريويد سيل ولانج هانز جاينت سيل وفايبروبلاست. هي دي تيوبركل، هي دي تيوبركل. فهو التي بي بيعمل تيوبركل، وتيوبركل هنا وتيوبركل هنا وتيوبركل هنا. نهايتها لو المناعة حلوة فايبروزس، لو المناعة وحشة بتكواليس وتعمل كولد أبسس. يبقى كل ده كازيشن ويعمل كولد أبسس. فالحقيقة لما التي بي بيوصل عن طريق الليمف، الكورتكس هي اللي هتعمل كازيشن الأول. لو التي بي وصل عن طريق البلط، المظله اللي هتعمل كازيشن الاول. في الاخر لو لقيت ليمف نود عليها كازيشن من بره كده يبقى ده ليمفاتيك بورن. لو لقيت الليمف نود مش باين عليها كازيشن، لان الكازيشن جوه في المظله، تبقى دي بلط بورن. وبالتالي العيانين اللي عندهم ليمفاتيك بورن، الليمف نود بتلزق في بعض، لان هنا في كازيشن وهنا في كازيشن، ففي بيري ادينايتس، فالليمف نود بتلزق في بعض بدري، والكيزياس ماتيريال بتبان بدري. يعني كيزياس ماتيريال تبان للعين بدري، والليمف نود بتبقى ميتد ايرلي. لكن البلاد بورن بيبقى جاست ليمف نود انلارجمنت، بس ليمف نود انلارجمنت، لان الليمف نود من بره سليمه، الليمف نود من بره سليمه، فهي ليمف نود كبيره بس، لكن نوت ميتد انلارجد بس كده، ونوت ميتد، نوت ميتد ومش باين عليها كازيشن. عشان كده الكازيشن هنا ليت، ما بانش الا متاخر قوي بعد ما تاخد كل الليمف نود يعني. والميتنج، والميتنج ليت. التي بي بيجي
الليمف نود لما التي بي لما بيجي على الليمف نود وياخد الكورتكس بدري كده والكازيشن يبان بدري، بنشوفها دايما مثلا تونسل ومعاها ابر ديب سيرفايكال ليمف نود اللي هو حاجه اسمها سيرفايكال كومبلكس، او لان ومعاها هايلر ليمف نود دي اللي بيقولوا عليها بالمونري كومبلكس، او انتستين ومعاها الليمف نود بتاعها اللي بنقول عليه انتستاينال كومبلكس. الحقيقه ان اكتر ناس بيصابوا بالكومبلكس ده الاطفال والتشيلدرن، واكتر كومبلكس السيرفايكال كومبلكس اللي هو التونسل والابر ديب سيرفايكال ليمف نود. يعني الاطفال اكتر ناس بيصابوا بالتي بي اللي هو الليمفاتيك بورن ده، واكتر كومبلكس بيبقى السيرفايكال كومبلكس. طيب العيانين دول هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم ان الليمف نود دي هتبقى كازيتنج ودي كازيتنج وملزقه ودي كازيتنج وملزقه، وبعدين تكو اليس وتعمل كولد ابسس. تعمل كولد ابسس هو الحقيقه مش كولد، هو هوت شويه لكن اقل من الابسس العادي، عشان كده هو بالنسبه للابسس العادي يعتبر كولد، والحقيقه هو مش ابسس لان مفيش باص جوه، لا باص ولا بايوجينيك ممبرين، ده كيزياس ماتيريال ما هواش باص ولا بايوجينيك ممبرين، عشان كده بيخضع لقاعده نايزر نور، نايزر كولد نور ابسس. الحقيقه الواد لما بيجي بيبقى عنده التونسل فيها تي بي والليمف نود الليمف فيسل افكتد وبيدد كده، وبعدين الليمف نود اتأثرت وعملت كولد ابسس في رقبته، يعني تونسل وليمف فيسل وليمف نود، والكولد ابسس في رقبته بيخرم الديب فاشيا، كيزياس ماتيريال بتخرم الديب فاشيا وتتجمع تحت الجلد، فبتبان كانها حد مطلع راسه من الكول، يعني دي فاشيه كده مخرومه كانها كول، وفي كيزياس ماتيريال فوقيها والباقي كولد ابسس تحتيها، فيقولوا عليها كولر شتاد ابسس. بعد كده بيفرقع الجلد ويعمل تي بي ساينس، بعد كده فرقع الجلد ويعمل تي بي ساينس. عشان كده نقول ان التي بي ليمفادينايتس ممكن يعمل كولد ابسس ويعمل كولر شتاد ابسس، جزء فوق الدي فاشيا وجزء تحت الدي فاشيا، ويعمل تي بي ساينس. ممكن يبقى انفكتد، يعني ممكن الكولد ابسس ده يبقى انفكتد ويعمل هوت كولد ابسس، يعني كولد ابسس ويحصل عليه سكند انفكشن. ممكن التي بي يبقى فايبروزد وكالسيفايد. ممكن طبعا لو المناعه وحشه قوي التي بي يمشك الدم ويعمل ميلياري تي بي، يعني لو المناعه وحشه قوي ممكن التي بي يمشي في الدم ويعمل ميلياري تي بي. احيانا لو جيت اقول الموضوع يطلع الموضوع ان التي بي قد يكون لمفاتيك كور، وساعتها الكورتكس اللي هتتاثر الاول، وقد يكون بلاب بورن وساعتها المظله اللي هتتاثر الاول، وان التي بي البلاب بورن ده اولاد بيبقى الميكروب جاي عن طريق الدم، فالليمف نودز اللي في جسمه كلها اللارج لان التي بي جاي عن طريق الدم، لكن اللارجد ونوت ميتد، اللارجد ونوت ميتد ده جنرالايزد افكشن لانه بلاب بورن.
لانه بلاد بورن فبيبقى جنراليزد انفكشن. لكن الليمفاتيك بورن ده بيبقى يا اما بالمونري كومبلكس يا اما سيرفايكال كومبلكس يا اما انتستينال كومبلكس، يعني الاورجان بالليمف نود بتاعه، عكس البلاد بورن اللي بيبقى جنراليزد انفكشن. العيان بيجي له كولد ابسس وكولر شتاد ابسس وبعدين تي بي ساينس. لو حصل انفكشن يبقى هوت كولد ابسس، وممكن يعمل سيستميك سبريد ويعمل ميلياري تي بي. لغاية دلوقتي في أي مشكلة يا ولاد في الموضوع؟ لغاية دلوقتي في أي مشكلة في موضوع التي بي لمفادينيتس؟ بعد كده هنقول لك طب لو حد جالك عنده تي بي لمفادينيتس هتعمل له انفستيجيشن ايه؟ فانت هتقول لي هنعمل لمف نود بايوبسي او اخد الكيزياس ماتيريال وازرعها واصبغها بزين نيلسون ستين او ازرعها على لونشتاين جونسون ميديا اللي فيها مالاكايت جرين اللي هي بتموت كل البكتيريا وتسيب التي بي. فممكن ازرعها على لونشتاين جونسون ميديا، ممكن اصبغها بزين نيلسون ستين، ممكن اخدها بايوبسي. وبعدين بقيه الانفستيجيشن كلها، هو ده الانفستيجيشن اللي انا محتاجه، هو ده الانفستيجيشن اللي انا محتاجه للليمف نود، ان انا اخدها بايوبسي او ازرع كيزياس ماتيريال على زين نيلسون ستين، اصبغها بزين نيلسون ستين او ازرعها على لونشتاين جونسون. غير كده بقى هو تي بي في ايه؟ يعني تي بي ممكن يكون جاي من اللنج، اعمل شيست اكس راي. ممكن التي بي يكون جاي من الانتستين، اعمل باريوم نيل فولو ثرو اللي هو الحته اللي لو انتوا فاكرينها التيرمينال اليوم يبقى نارو هو والسيكم، تيرمينال اليوم والسيكم يبقى نارو بالافكت التي بي. مثلا ممكن نعمل مثلا ممكن نعمل سي بي سي، نلاقي اس ار اكتر من 100 اكتر من 100 والاقي ليكوبينيا وريلاتيف ليمفوسايتوزيس زي ما انتوا خدتوا في البطنه، بنلاقي ليكوبينيا وريلاتيف ليمفوسايتوزيس يعني تيوبركلين تيست. تيوبركلين تيست يعني بعد كده انفستيجيشن ملهاش دعوه بالليمف نود، ليها دعوه بان واحد عنده تي بي. انفستيجيشن ليها دعوه واحد عنده تي بي، لكن الحقيقه الانفستيجيشن بتاع الليمف نود البايوبسي والزين نيلسون ستين وان انا ازرعها على لونشتاين جونسون. في حد يا اولاد مش فاهم؟ تعالوا نتكلم على التريتمنت. طبعا التريتمنت بتاع التي بي بصفه عامه شرم الشيخ، شمس، هواء، اوبن بوفيه، بوفيه لحمه اللي هو بيقولوا عليها سناتوريال تريتمنت، سان وير ونيوتريشن، وبعدين انتي تيوبركلاس سيرابي. هو ده علاج التي بي. يعني لو جينا نلخص علاج التي بي هيبقى شرم الشيخ وانتي تيوبركلاس سيرابي. السؤال الجاي، طب لو عمل كولد ابسس ممكن اعمل له اسبيريشن بالزد تكنيك. الزد تكنيك يعني يبقى الخرم اللي في الجلد مش قدام الخرم اللي في الفراغ عشان ما اعملش تي بي ساينس، عشان ما اعملش تي بي ساينس. فالفورم اللي في الجلد ما يبقاش قد قصاد الفورم اللي في الفراغ، فبنعمل اسبيريشن بالسيل تكنيك. طيب افرض انه فيلد
failed aspiration لان السكريشن ثيك او مالتي بيتيليتد او سكندري انفكشن هعمل سيرجيكال درينج يعني افتح واشيل الليمف نود. بس ناخد بالنا واحنا بنعمل سيرجيكال درينج لو في النك افتح الديب فاشيا لان كولد ابسس تحت الديب فاشيا ده كلها رشطات ابس. يعني لو جمع كولد ابسس كده فانا هعمل له اسبيريشن بالزد تكنيك. طب في الكولد ابسس الكيزياس ماتيريال ثيك او مالتي ريكيوليتد يعني مش عارف اصفطه يعني خلاص افتح. بس لو كنت في منطقه النك يا ريت تفتح الديب فاشيا وتشيل الكولد ابسس من تحت الديب فاشيا. نو درينز لانك لو حطيت درينز هتعمل تي بي ساينس. لو حطيت درين هتعمل تي بي ساينس. يعني نقدر نقول ان العلاج شرم الشيخ زائد انتي تيوبركلس سيرابي وبعدين العيان هيجيله يا كولد ابسس لو ما خفش يعني هو ممكن يخف او يجيله كولد ابسس او يجيله تي بي ساينس. لو العنك جاله كولد ابسس هنعمل اسبيريشن بالزد تكنيك ولو فيلد هنعمل سيرجيكال درينج. فيلد ليه؟ لان كيزياس ماتيريال سيك او مالتي ريكيوليتد فساعتها هعمل سيرجيكال درينج ونو درينز بنفتح الديب فاشيا ونو درينز. لو تي في ساينس بنغير على الساينس بستريبتومايسين مع الانتي تيوبركلس سيرابي يعني انتي تيوبركلس سيرابي وغير عليه بستريبتومايسين. لو نوت ريسبوندنج يبقى سيرجيكال اكسجين. ايه اخبار العلاج ولا ايه اخبار علاج الاي بي لينفادينات؟ الحقيقه دي موضوع مثلا في باب الليمف موضوع تافه وما فيش حاجه مبني كله على فكره ان الليمف نود مداخل التي بي عليها هيبقى عن طريق الليمف او عن طريق البلد. لو عن طريق الليمف الكورتكس اللي تتاثر الاول. لو عن طريق البلد الليمف اللي يتاثر الاول. غير كده الكلام بقى عادي جدا ما فيهوش اي حاجه صعبه. نيجي لموضوع الليمفوما. الليمفوما دي malignancy of reticuloendothelial system. malignancy of reticuloendothelial system. ممكن يجي في الليمف نود. ممكن يجي extra نودل. في reticuloendothelial system برضو زي ايه؟ زي البومارو. بومارو والليفر والسبلين. فدي اكسترا نودل. ممكن يبقى زي ميتاستاسيس كده في السي ان اس او السكين. لكن هو مالجنسي اوف ريتيكولوندوثيليال سيستم. ريتيكولوندوثيليال سيستم ده نودل واكسترا نودل. النودل دي اللي الليمف نودز يعني. الاكسترا نودل دي زي البون مارو الليفر السبلين اللي هو جهاز المناعه بتاعنا يعني هو ده الاكسترا نودل بتاعه. ممكن يجي في سي ان اس سكين دي زي نوع من الميتاستاسيس. السؤال الجاي طب وايه الفرق بين الليمفوما واللوكيميا؟ اللوكيميا المالجنت سيلز بتبقى موجوده في البلط في السي بي سي كمان في السي بي سي. الليمفوما السي بي سي نورمال ممكن تلاقي فيه شويه ايزينوفيليا ولا حاجه لكن سي بي سي نورمال. نو مالجنانت سيل
لو المالجنانت سيل ظهرت في البلاد تبقى دي لوكيميا على طول، لو المالجنانت سيل ظهرت في البلاد تبقى دي لوكيميا على طول. لكن الليمفوما رغم ان هي مالجنانت تبقى موجوده في الريتيكولوسيلر سيستم نودال او اكسترا نودال، لكن ما تطلعش في البريفرال بلاد ابدا. المعلومه دي واضحه ولا لا؟ المعلومه دي واضحه؟ مين؟ طب وليه حد يجيله لمفوما؟ ما نعرفش، يعني ما نعرفش ليه يجيله لمفوما، لكن ممكن يكون environmental factors، يعني اتعرض لأكل مسرطن زي اللي احنا بنقعد ناكله طول الوقت، أو اتعرض لإراديشن، يعني حاجة في الاكسترنال environment. أو مثلا يكون جاله انفكشن، يعني مثلا الهيليكوباكتر بايلوري، الهيليكوباكتر بايلوري بتعمل نوع من الليمفوما اسمه مالت ميكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو. مثلا الابشتاين بار فيروس ممكن يعمل حاجة اسمها بيركوتس ليمفوما. مثلا الايدز، الايدز، الايدز ممكن يعمل حاجة اسمها كابوزي ساركوما. مثلا هيربز سيمبلكس تايب 8 بيعمل ليمفو بروليفراتيف ديزيز كده اسمه كاستل، كاستلمان ديزيز. ده مش مالجنانت على فكره، ده ليمفو بروليفراتيف ديزيز بناين. يعني المهم ممكن يكون جاي من انفكشن، ممكن يكون انفايرومنتال فاكتور، ما نعرفش السبب ايه بالظبط يعني. بس هو اكتر حاجه يعني احنا خدنا ان الليمفوما مالجنانسي اوف ريتيكلو اندوثيليال سيستم، ودي نودل واكسترا نودل، وخدنا ان الكوزز بتاعتها unknown، وانها قد تكون environmental او infection مثلا. اهم حاجة في الباثولوجي بتاعها انها بتتقسم الى هوجكن ونون هوجكن، وان الهوجكن الليمفوما دي تتميز بخلية كده اسمها ريدسترنبرج سيل باد ايز، ريدسترنبرج سيل. يعني الليمف نود بيبقى فيها بليومورفيزم، بليومورفيزم يعني الخلايا عامله زي طبق الكشري، يعني خلايا كتير، انواع كتير قوي من الخلايا، بس فيها خليه مميزه قوي اللي هي ريدسترنبرج سيل. النون هوجكن الليمفوما فيها خليه مميزه اللي هي المالجنانت هيستوسايت ستاري سكاي. السؤال الجاي، طب مين البروجنوز بتاعه احسن؟ الهوجكن احسن، الهوجكن احسن من النون هوجكن، النون هوجكن البروجنوز بتاعه وحش، لكن الهوجكن البروجنوزس بتاعه افضل. يعني الليمفوما الليمفويد تيشو اللي في الليمف نود هتبقى ريبليست يا اما بهوجكن تيشو يا نون هوجكن تيشو. الهوجكن تيشو بنعرفه بريدسترنبرج سيل، والنون هوجكن تيشو بنعرفه بالمالجنانت هيستوسايت. مين احسن؟ الهوجكن البروجنوز بتاعه افضل من النون هوجكن. الموضوع بيبدا بان الليمف نود يظهر فيها خفاش، لكن بقيه الليمف نود ليمفويد تيشو عادي، وبعدين نتطور بعد شوية فعدد الخفافيش يزيد شوية، فيبقى قد الليمفويد تيشو، وبعدين نتطور شوية فالليمف نود تتملي خفافيش، الليمف نود تتملي خفافيش لدرجة إن مفيش ليمفويد تيشو تقريبا، يعني الليمفويد تيشو بقت ريبليزد بالخفافيش دي.
ساعات بيحصل نوع من الهوجيك الليمفوما كده، بيبقى فيه فايبرس تيشو كتير، بيبقى فيه فايبرس تيشو كتير، بيقولوا عليه سكاليروزد تايب، نودولار سكاليروزد تايب. والحقيقة النودولار سكاليروزد تايب ده الكومنست تايب، يعني النودولار سكاليروزد تايب ده اللي هو فيه فايبرس تيشو كتير ده ذا كومنست تايب. والحقيقه ان هو الهوجيك الليمفوما فيها خاصيه اسمها دريفت باك، يعني كل ما العيان يقدم يتحول من ليمفوسيتك بريدوميننس الى ميكسد سيلولاريتي الى ليمفوسيتك ديبليشن. فاهمين على دي؟ يعني العيان كل شويه بيتحرك في هذا الاتجاه، فاهمني؟ وطبعا احسن بروجنوزيس فيهم للليمفوسيتك بريدوميننس، واوحش بروجنوزيس فيهم للليمفوسيتك ديبليشن. حقيقة ان النودولار سكالروز دي تايب بيبقى غالبا الليمفوسيتك بريدوميننس، يعني بيبقى جود بروجنوزيس. في حد مش فاهم على الكلام ده؟ في حد مش فاهم ان اللوجيك الليمفوما فيه ريد ستيرنبرج سيل، وان الهوجيك الليمفوما فيه خاصيه اسمها دريفت باك العوده الى الوراء، وانه يبدا بالليمفوسيتك بريدوميننس وبعدين ميكسد سيلولاريتي وبعدين ليمفوسيتك ديبليشن؟ لما بنشوف الليمف نود اللي فيها هوجيك الليمفوما بنلاقي الوسطانيه كبيره واللي حواليها اصغر منها. والحقيقه ان الحكايه دي ليه؟ لان دي بتبقى اول واحده افكتد وبعدين الباقيين اتاثروا، فعشان كده الوسطانية بتبقى كبيرة واللي حواليها أصغر منها. بيبقى لونها بينك روز، بينك ان كلر، هو الهوجيكن تيشو لونه كده بينك ان كلر. فلما باجي اعمل كات سيكشن في الليمف نود بلاقي الليمف نود هوموجينس كده ولونها بينك ان كلر. ولو خدت مقطع في السبليني اللي افكتد بلاقي الانسجه بتاعت الهوجيكن عامله كلاكيع بينك كده، زي النوجة السوداني، زي النوجة بس يقول عليها توفي ألموند. توفي ده نوع من الحلوى بس يبقى بالمكسرات، يعني يقولوا عليها توفي ألموند اللي هو عندنا احنا في الكالتشر بتاعتنا شبه النوجة بالسوداني. أكتر جروب بتتأثر في الليمفوما هي السيرفايكال، أكتر جروب بتتأثر في الليمفوما هي السيرفايكال، وبعدين الاكزيلاري، وبعدين الميدياستاينال. اكتر جروب بتتاثر هي السيرفايكال. انا اكتر جروب هتتاثر هي السيرفايكال، وبعدين الاكزيلاري، وبعدين الميدياستاينال. في اكسترا نودال افكشن، سبلين، ليفر، بون مارو. في حاجات تانية بقى تقدر تعتبرها ميتاستس في الجلد والسي ان اس، وان اشهر حاجة انها هوجيكين ونون هوجيكين، يعني اشهر حاجة انها هوجيكين ونون هوجيكين. فاهمين على قد؟ ونعمل الجنت تيومر. السبلين بيبقى فيه ليمفويد تيشو كده. عارفة منا النوجة؟ عارفه النوجب السوداني؟ عارفه النوجب السوداني؟ النوجه بيبقى فيها من جوه كده سوداني. فالاسبلين بيبقى فيه من جوه كده هوجيكن تيشو. فهم ما كان زمان ما فيش نوجب السوداني. كان في حلوى اسمها طوفي. كان في حجوه اسمها طوفي. فهي طوفي بالمكسرات. اللي هي زي عندنا نوجب السوداني. ايه؟ يعني انفلتريشن بالهوجيكن تيشو، يعني سبلين وفي هوجيكن تيشو، سبلين كده وفي هوجيكن تيشو هنا وهوجيكن تيشو هنا وهوجيكن تيشو هنا وهوجيكن تيشو كده. فده سوداني وده نوجا.
والله لا، دي في حاجات غريبة جدا بتوقف، مش عارف ليه يعني. طبعا في فايرال انفكشن من امثلتها الابشتان بار فايروس، ده مشهور قوي في البيرفكتس لينفوما. الهيلوكوباكتر بايلوري بتعمل مالت. الهيومن هيربس فايروس 8 بيعمل كاستلمان ديزيز، بس ده مش مالجنا، ده الليمفو بروليفراتيف ديزيز كده، مش مالجنا. حتى الهيباتيتس سي فايروس ممكن يعمل ليمفو بلازماسيستيك ليمفوما، نوع من الليمفوما كده اسمه ليمفو بلازما سيستيك ليمفوما، يعني ممكن انفكشن، ممكن انفكشن. الليمف نودز بتبقى اللارجد وديسكريت ميتد ليت. خلي بالكو الهوجيك الليمفوما جود بروجنوزس، والليمف نود ما بتعملش انفلتريشن للسراوندنج ستراكشر لما متاخر قوي، عكس النون هوجيك. النون هوجكن اجريسيف وبياكل السراوندنج ستراكشر بدري، فالليمف نود بتلزق في بعض وبتلزق في الانسجه اللي هي فيها، يعني بتاكل بعض وتاكل الانسجه اللي هي فيها، دي النون هوجكن. ها النون هوجكن البروجنوزيس بتاعه وحش، والليمف نود بتاكل السراوندنج تيشو وتاكل بعض، فتلاقوا الليمف نود بقت ميتد مع بعض كده وكلوا بعض يعني. لكن الهوجكن الليمفوما بيبقى البروجنوز بتاعه كويس وبطيء قوي، بطيء قوي، عشان كده بنلاقي الليمف نود نوت ميتد ونوت انفلتريتنج السراوندنج ستراكشر الا متاخر. نوت ميتد ونوت انفلتريتنج السراوندنج ستراكشر في الاخر. الساتلايت دي حته ان الوسطانيه كبيره واللي حواليها اصغر منها، فكان هي دي اللي ايه بترسل للاخرين، عشان كده يقولوا عليها ساتلايت. هي الكات سيكشن بتاعها بينك ان كلر لان الهوجكن بتاع الهوجكن لونه بينك. الاسبرين بيبقى توفي الموند ابيرنس. يميزه تحت الميكروسكوب ريد ستيرن بيرج سيل والبليومورفيز. دي ريد ستيرن بيرج سيل. الباد ايز. ديسكريت يعني مش ماسكه ببعض. ديسكريت يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي قاعدين ديسكريت. احنا دلوقتي قاعدين ديستنت منطورين كده، منطورين ديستنت. ثلاث نيجي لان اربر كلاسيفيكيشن. ان اربر كلاسيفيكيشن دي بيقسم الليمفوما كده يا اولاد. ستيج 1 جروب من الليمف نود فوق الدفراج، او 1 جروب من الليمف نود تحت الدفراج، يا فوق يا تحت، دي 1. ستيج 2 جروبز من الليمف نود فوق الدفراج، أو 2 جروبز من الليمف نود تحت الدفراج، يعني 2 فوق أو 2 تحت. ستيج 3 جروب فوق وجروب تحت، يعني حبة فوق وحبة تحت. ستيج 4 ديستانت سبريد بقى للسي ام اس والسكين والبون، يعني ديستانت ميتاستس. يعني الواحد والاثنين اثنين وحبة فوق وحبة تحت وديستانت سبريد. دي الملخص، ان الواحد واحد والاثنين اثنين وحبة فوق وحبة تحت وديستانت سبريد. واحد جروب واحد من الليمف نود افكتد، يا فوق الدفراج يا تحت الدفراج. اتنين جروب من الليمف نود افكتد، يا فوق الدفراج يا تحت الدفراج. امال تلاتة حبة فوق وحبة تحت. اربعة ديستنت سبرين. طب لو السبلين كبر بيبقى غالبا العين ستيتش التلاتة يسموه 3S. لو السبلين كبر بيسموه 3S. ليه بقى؟ لان الليمف نود اللي بتتأثر عادة سيرفايكال، عادة الليمف نود اللي بتتأثر سيرفايكال ده الكومنست. فلما الاسبرين بيبقى متأثر بيبقى في حبة فوق وحبة تحت، فبيقولوه ستيج 3
اس اس يعني سكرين، يعني دخل ستيج 3 بالسكرين بتاعه، دخل ستيج 3 بالسكرين بتاعه. فاهمين هذا؟ لا يعني وانس اللي حبه فوق وحبه تحت يبقى ستيج 3، والعين اللي عنده السكرين افكتد عنده سيرفايكال والسكرين افكتد، عشان كده بيقولوا عليه 3 اس. اس يعني دخل علينا بطحالب، دخل علينا بطحالب. وبعدين ساعات العيان بتاع الهوجيك الليمفوما يبقى بيسخن بيهرش بيتوجع مع الخمرة، واحد خلي بالكم في واحد واثنين انا رسمت اثنين، لكن من اول ثلاثة رسمت واحد لانها حبة فوق وحبة تحت. اربعة ده distant spread، يعني اربعة ده distant spread metastasis. كل مجموعة من دي ممكن تلاقي العيان بيسخن بيهرش، وممكن لا، ده ممكن نلاقيه بيسخن بيهرش وممكن لا، وده برضو ممكن الاقيه بيسخن بيهرش برضو، يعني بيسخن بيهرش بيتوجع مع الحلم وممكن لا، وده برضو ممكن الاقيه بيسخن بيهرش بيتوجع مع الحلم ممكن لا. فاقول لك لو بيسخن وبيهرش وبيتوجع مع الحلم يبقى بي، لو ما بيسخنش ولا بيهرش يبقى ايه؟ بيسخن وبيهرش يبقى بي، ما بيسخنش وما بيهرش يبقى ايه؟ وكأني هقعد اقسم ستيج 1 لايه وبي، بي بيسخن وبيهرش، ايه ما بيسخنش وبيهرش، اتنين هنقسمها ايه وبي، بي بيسخن وبيهرش، ايه ما بيسخنش وبيهرش، ثلاثة هنقسمها لـ A و B، B بيسخن وبيهرش، A ما بيسخن، وكذلك ستيديو 4. السؤال الجاي هو الكلام ده يهمني ليه؟ لأن أنا لما هرصه كده واحد اتنين تلاتة أربعة، هو أقسم كل واحدة لـ A و B، A B A B A B، فاحنا هنقول لغاية هنا هيبقى العلاج إراديشن، يعني ستيج 1 و 2A إراديشن، ستيج 2B هيبقى إراديشن زائد 6 كورسز كيموثيرابي، الباقي إراديشن زائد 12 كورس كيموثيرابي. وبعدين الكلاسيفيكيشن هتفهم معايا في التريتمنت جدا، ستيج 1 و 2 هيبقى اراديشن، ستيج 2 بي يعني ستيج 1 و 2 ايه اراديشن، اراديشن بس. طب ستيج 2 ستيج 2 بي هيبقى اراديشن و 6 كورس كيموثيرابي، لكن 3 و 4 هيبقى اراديشن 12 كورس كيموثيرابي. ولذلك ان اربور كلاسيفيكيشن مهمه قوي في تحديد علاج العيان. واضحة ولاد؟ واضح ليه بنحفظ ان اربور كلاسيفيكيشن؟ طب عايزين انفستيجيشن للليمفوما، ليمف نود بايوبسي ذا بيست، لكن في كلمه دايما وي دونت رش، ما تستعجلش على البايوبسي، لان العين كلينيكالي بيبقى عنده ليمف نود كبيره وسخن، بالذات لو بيسخن وبيهرش، فعنده ليمف نود وسخن، ناس كتير قوي عندها ليمف نود وسخن، فمش كل عيان عنده ليمف نود وسخن يكون واخد ليمف نود بايوبسي. اديله مضاد حيوي واستنى اسبوعين كده
ده يكون انفكشن. لو ما تحسنش خد الليمف نود بايبس. لكن مش كل واحد تلاقيه سخن وعنده ليمف نود واخد منه ليمف نود بايبس. ودونت راش فور بايوبسي. بندي انتي بايوتيك لمده اسبوعين، لو العام ما تحسنش ناخد البايوبسي. فاهمين يا ولاد؟ يعني احسن انفستيجيشن للليمفوما الليمف نود بايوبسي. احسن انفستيجيشن للليمفوما يا ولاد الليمف نود بايوبسي. واضحة؟ وأحسن حاجة ناخد ليمف نود كاملة. وأحسن حاجة لو سيرفايكال ليمف نود. يعني أحسن حاجة ليمف نود بايوبسي. وأحسن حاجة في الليمف نود بايوبسي إنك تشيل ليمف نود كاملة. مش حتة منه. هنا ليمف نود بايوبسي ليمف نود كامله، يعني دي احسن حاجه في الدايجنوز، احسن من الفاين نيدل اسبيريشن بكتير جدا، احسن من الفاين نيدل اسبيريشن بكتير جدا. عشان كده مفضل ليمف نود كامله. واحسن حاجه السيرفايكال ليمف نود لانها اول واحده بتتاثر عليها. طب لو العيان طلع هوديك الليمفوما، عايز تعمل له ستيجين؟ عايز تعمل له ستيجين؟ اعمل له بون مارو بانكشر وليفر بايوبسي وسبايرال سي تي وبون سكان. نعمل له بون مارو بانكشر وبون سكان وليفر بايوبسي سبايرال سي تي. هذه الطريقه اللي بنعمل بيها ستيجي. حكايه ان احنا نفتح العيانين زمان ونشيل الطحال وبتاع بطلت. يعني الستيجنج لابراتومي از اوبسوليت. عايز تعمل ستيجنج تاخد بون مارو بانشر تعمل ليفر بايوبسي. ليفر بايوبسي لانه اكسترا نودال افكشن يا مريم. ما انا قلت الاكسترا نودال افكشن ممكن يكون ليفر، ممكن يبقى سبلين، ممكن يكون بومارو. مش هو ده الاكسترا نودال افكشن؟ هو المرض ده مرض الريتيكولون سيجال سيستم. فانا باخد ليمف نود بايوبسي طلع بوزيتيف، بشوف الاكسترا نودال اورجانز يعني. فانا باخد ليفر بايوبسي وبومارو بانكشن. طب السبلين بشوفه بالسبايرال سي تي. السبلين بشوفه بالسبايرال سي تي لان لو جيت اخد منه بايوبسي هيفرقع. السبلين ما يتحملش اخد منه بايوبسي هيفرقع. فبشوف السبلين بالسبايرال سي تي وباخد بون مارو بانكشر وباخد ليفر بايوبسي. الاحدث بقى يا اولاد البيت سكان. الاحدث هو البيت سكان. ستيجنج لابراتومي دلوقتي اوبسوليت طبعا ما حدش بيعملها. في شوية حاجات عايز أقف عليها كده بس مستني لما تقولي لي إيه أخبار اللي فات. اللي فات تمام؟ طيب حلو جميل. الحقيقة إن الـ ESR هيبقى أكتر من 100 زيه زي بقية السرطانات. نيجي لحتة اليوريك أسيد. اليوريك أسيد دي ليه علاقة بالتريتمنت. الهوجيك الليمفوما علاجه راديو ثيرابي وعلاجه كيموثيرابي. الرول بتاع الجراحه عليا الاول، الرول بتاع الجراحه عليا الاول. هو المين لاين اوف تريتمنت راديوثيرابي وكيموثيرابي. الورم بيكسر جامد قوي بالكيموثيرابي. يعني الخلايا بتتكسر جامد جدا بالكيموثيرابي، بتسيح، يعني الليمفوما بتختفي بالكيموثيرابي. فاليوريك اسيد بيعلى قوي، اليوريك اسيد بيعلى قوي. فالعيان بيجي له يوريت ستون كتير، فالعيان بيجي له يوريت ستون كتير، ودي بيقولوا عليها تيومر لايسيس سندروم. بيقولوا عليها تيومر لايسيس سندروم. فاهمين يا ولاد؟
يعني حتة الهاي يوريك اسيد دي مهمة قوي، فاهمين على قد؟ لان الورم فيري سنسيتيف للكيمو ثيرابي، فبيكسر جامد جدا بالكيمو ثيرابي، بيسيح الورم فعلا، بيختفي يختفي يسيح. فاليوريك اسيد بيعلى قوي، بيعمل يوريت ستون، ودي حاجه بيسموها تيومر لايسيس سندروم. يا رد خش على الحته الجايه. الهوجيك الليمفوما بيعمل ثلاث انواع من الجوندس، يعمل اوبستراكتيف جوندس لو الليمف نود اللي عند البورتا هيباتس كبرت، فتعمل اوبستراكتيف جوندس، يعمل هيباتو سيلولار جوندس لو الليفر بقى انفلتريتد بالليمفويد تيشو، يعني الليفر لو بقى مليان، بقى توفي المون، بقى توفي المون، بقى مليان ليمفويد تيشو كده، خلاص الليفر بيدوز، فيعمل هيباتو سيلولار جوندس. ساعات بيحصل اوتو اميون انتيبودي في الهوجيك الليمفوما، فيعمل هيموليسيس للار بي سيز، فيعمل هيموليتيك جوندس. من اوتو انتيبودي وهيموليسيس للار بي سيز، عشان كده الهوجيك الليمفوما يعمل ثلاث انواع من الجوندس، يعمل اوبستراكتيف جوندس وهيباتو سيلولار جوندس وهيموليتيك جوندس. هيموليتيك جوندس ليه علاقه بان بيحصل ساعات اوتو انتيبودي، وده يفهمك ليه العيان بيهرش ساعات، بيهرش ايه الحساسيه اللي عنده دي، وايه الاوتو انتيبودي. ساعات الاوتو انتيبودي بتكسر الار بي سيز فتعمل هيموليتيك جوندس. ولو كانت الليفر، لو كانت الليفر يقوم تعمل هيباتو سيلولار جوندس، ولو كبرت الليمف نود اللي في البورتا هيباتس هتعمل اوبستراكتيف جوندس. يعني مثلا مريم كان بتسألني هو ليه ليفر بايوبسي؟ ليه ليفر بايوبسي؟ بالتالي الرد واضح، يعني زي ما انتم شايفين، يعني ساعات كل الليفر كله وعمل هيباتو سيلولار جوندس. الكلام كله واضح يا ولاد؟ زي ما انتم شايفين كده، العيان لو ستيج 1 هياخد راديو سيرابي 1 و2 A، لو 2 B هياخد راديو سيرابي و6 كورسات كيمو سيرابي، 3 و4 هياخد راديو سيرابي و12 كورس كيمو سيرابي. لا، ما حدش بيعمل سبرينكتومي دلوقتي يا سيدي، ستيجنج لابراتومي خلاص وقفوا معايا. الاراديشن يا اولاد لو اتعمل فوق الدفراج بياخد السيرفايكال والميدياستاينال ليمف نود والاكزيلري، فيقولوا عليها تي اراديشن او مانتل سيرم. لو تحت الدفران بيبقى ياخد الاورطه والاثنين ايلياك، فيقولوا عليه انفيرتد واي، يعني فوق بيبقى تي وتحت انفيرتد واي. الاراديشن فوق بيبقى تي شكله زي التي، وتحت شكله زي انفيرتد وال. والكيمو سيرابي اسمه موب، الكيمو سيرابي بتاعه اسمه موب، ماستين اونكوفين بروكاربازين بريدنيزون، ماستين اونكوفين بروكاربازين بريدنيزون. يعني صراحة ربنا ايه، عبارة عن تي واي مقلوبة وموب. تي واي مقلوبة وموب. البروجنوزيس بتاع الليمفوما حلو مارفلس. احنا بنتحرك ما بين
95% و80% سرفايفل. حاجه يعني هوريبل. خلت الناس دلوقتي في ناس بتعتبر الليمفوما مش تيومر يعني. يعني احنا بنتحرك ما بين 95% و80%، فدي طبعا بروجنوز سايب يعني. مانتل، مانتل ده تي لمفوما، التي لمفوما ساعات يقولوا عليها مانتل. المانتل ده اللي هو عندنا احنا في مصر البافيتا، المانتل ده اللي هو البافيتا اللي بيحطها للعيال، اللي هو في الشام يقولوا عليها ماريلا، في الشام يقولوا عليها ماريلا عشان العيال لما بتشرب لبن بتوقع عليها فبيحط لهم بافيتا او ماريلا اللي هي اسمها مانتل، هي دي اسمها مانتل. مش مهم مش مهم، هو اسم بطل يستخدموه. تي واي يا مان، تي واي. البركوكس لينفوما دي بصراحة يعني الصورة بتاعت الولد النيجرو اللي عنده كلكوعة في المنطقة دي يا ولاد طلقة. معظم الحالات كده يا ولاد، نص حالات البركوكس لينفوما كده. شوف يا ولاد، يقول لك الشو 50% من الحالات افكت، نص الحالات. الباقي بقى اوفري وابدومينال تيومر، لكن نص حالات البركوتس لينفوما هتشوفها بتيومر كده في المنظر. وهي مشهوره قوي في شرق افريقيا، مشهوره قوي في وسط افريقيا وشرق افريقيا، زنزبار وكينيا. عارفين زنزبار ولا لا؟ عارفين زنزبار؟ زنزبار وكينيا؟ زنزبار دي من الدول القليلة القليلة اللي الدخول فيها للمصريين بدون فيزا. يعني انت لما بتقعد تمسك الباسبور بتاعك تلاقيك ان انت ما بتعرفش تروح ولا بلد بدون فيزا. بعدين تقول لهم ولا بلد من غير فيزا، يقول لك لا لا اصبر، ممكن تروح زنزبار. هي دي الدولة الوحيدة اللي فاتحة لنا يعني نروح فيزا اون ارايفل يعني، فاهمني؟ وهي الحقيقه بلد جميله يعني، زنجبار دي بلد جميله يعني. البحر بتاعها حلو قوي وفيها غابات وسفاري في الغابات بتاع وكده. وكينيا كمان جميله، بس كينيا لازم تاخد فيزا يعني، كينيا لازم تاخد. ده من زنجبار لا، زنجبار ممكن تروح. والله يا محمد اعلان بصراحة نفسي اروح بصراحة يعني نفسي اروح زنزبار. هي جنب بعض، هما جنب بعض، فهروح واحدة فيهم طبعا، مفيش وقت اروح الاثنين يعني. فنفسي اروح كينيا او اروح زنزبار. انا بحب الحيوانات يعني، بحب الحضارة الحيوانات المفتوحة وكده، بحبها طبعا. فربنا يسهل كمان نروح قريب يعني، بعد ستة ما تخلص. بس انا بفهمكم، بس المصري فيكو عارف ان الباسبور بتاعه ما يدخلوش الا زنزبار بس. هي دي امكانياتك، باسبورك ما يودكش الا زنزبار وانت ساكت، هي دي امكانياتك. فاهمين على ده؟ فهو البيركوس لينفوما دي بيبقى واحد نيجرو في زنزبار، فاهمين على ده؟ والموضوع ليه علاقه بالملاريا والابشتان بار فيروس، يعني ليه علاقه بالملاريا والابشتان بار فيروس. فالبيركوس لينفوما دي نون هوجيك لينفوما، هي بيركوت بي سيل، هي بيركوس لينفوما بي سيل، نون هوجيك لينفوما بي سيل. بتيجي في طفل نجرو في زنزبار، فاهمني؟ واحلى حاجه فيها بقى منظرها يا اولاد، المالجنانت هيستوسايت في وسط الليمفوسايت كده بتبان زي النجوم. يعني الليمفوسايت زرقاء كده ودي عامله زي نجوم السماء،
زي نجوم السماء كده، اللي هي ستار سكاي ابيرنس. عشان كده النكته دي جميله، فاهمين يا راجل؟ يعني واحد واقف مع بيحب واحده بتاع باثولوجي غالبا، فهو بيقول لها I get emotion when I see star sky، يعني كل ما اشوف النجوم انفعل عاطفيا. قالت له اه، وانا بفتكر على طول ساعتها كيدز اللي عندهم بيرتوت سينكوما. عارفين كساره؟ لما شفت اسم كساره فانا على طول قلت لها عارفه كساره اسمك ده بيدل على ايه في الجراحه؟ على الكيمو ديكتوما او البوتيتو تيومر. فده واحد برضو بيحب واحده بتاع باثولوجي، فواقفين في نجوم السماء. قال لا انا بتقول بيقول لها نجوم السماء جميله، قالت له بتفكرني بالبيركوتس لينفوما. اوكي يا ولد. فالبيركوتس لينفوما دي من الحاجات الظريفه جدا، والحقيقه في الامتحان يا اولاد جميله لما تدخلها في الديفرنشال دايجنوزيس بتاع بارود التيومر. يعني لما بتدخلها في الديفرنشال دايجنوست بتاع بارود التيومر وتجاوب عليها ايه البيركوس لينفوما دي، بتتقل في وزنك في الامتحان، بتدخلك في وزن العجل علميا. من الحاجات برضو اللي بتخش في الديفرنشال دايجنوست ساعتها بارود التيومر دي، انت ممكن تمسك زمايلك تبهدلهم، تمسح بيهم الارض. يعني البيركوس لينفوما الادمنتينوما، فلما بتفتح بيركوس لينفوما وبتفتح الادامنتينوما اللي هي الاميلوبلاستوما. شاطر يا محمد. طبعا زميلك اللي جاي وراك بيلبس لبس على طول في الحيطه، يعني في نوع من الليمفوما برضو نون هوديك الليمفوما بطيء قوي اسمه مايكوزيس فانجويدز او تي سيل ليمفوما اوف ذا سكين. يعني تي سيل مش بي سيل بقى، تي سيل ليمفوما في الجلد، في سيل لمفوما في الجلد، بيظهر حبوب في الجلد كده بطيئة قوي، حبوب بتظهر في الجلد بطيئة قوي يعني. ايه اخبار الليمفوما لك؟ ايه اخبار الليمفوما؟ تمام. فاضل موضوع واحد في باب الليمف، اللي هو الليمفيديما. موضوع واحد بس اللي فاضل في باب الليمف اللي هو الليمفيديما. الحقيقه التي بي اصعب والليمفوما اصعب. الليمفيديما سهله قوي قوي بس رخمه، يعني سخيفه يعني. يعني موضوع الليمفيديما ده موضوع سهل قوي قوي بس هو رخم، يعني موضوع ما فيهوش حاجه، ما فيهوش فن يعني. فاهمين؟ يعني هو accumulation of lymph في السكين والسبكتينس تيشو. طب احنا ليه ما بنقولش ان في ليمفيديما في العضلات؟ لان العضلات مليانه بلاد فيسل، فالدرين بتاعها في الاورده، في الاورده حلو قوي. هو اللي بيتاثر بسدد الليمفاتيك دايما الجلد والسبكتينس تيشو. عشان كده الليمفيديما مشكله جلد وسبكتينس تيشو. الليمفيديما مشكله جلد وسبكتينس تيشو. المشكله الثانيه الليمفيديما ما بتموتش. الليمفيديما مرض ما بيموتش، فالعيان بيعيش كتير قوي بالليمفيديما، لدرجة انه بيوصل لمرحلة يقولوا عليها التفيل الليمفانتيزس، ان الجلد بقى ثيك ورينكلد وبيجمنتد شبه جلد الفيل. ثيك ورينكلد وبيجمنتد شبه جلد الفيل، فيقول لك وصل لمرحلة التفيل. التفيل. فهو هي accumulation of lymph في الانترستيشال سبيس due to lymphatic obstruction، وهي بتأثر دايما في السكين والسبكتينس تيشو. فالجلد في الاخر هيبقى ثيك ورينكلد وكوريجيتد، ويقولوا انه وصل لمرحله التفيل. نيجي للحته اللي هي عاده ام اس كيو. هو ايه التقسيمه برايمري وسكندري؟ ده كونجينيتال، كونجينيتال واكوار. برايمري وسكندري ده كونجينيتال واكوار. الموضوع له علاقه بالليمف فيسل. يعني ساعات يبقى فيها حاجه اسمها ابليزيا ما بتعملش خالص.
فالعيل يتولد عنده لمفيديما، يعني من ساعة ما اتولد وعنده لمفيديما، ده يقولوا عليه ميلوري ديزيز. وبعدين ساعات يبقى فيها هايبوبليزيا، يعني معمولة بس مش قوي، معمولة بس مش قوي. فرغم ان في مشكلة الواد مولود بيها، ان الليمف فيسل بتاعته مش حلوة، هو مولود كده، الا انها تبان دايما في الادلت هود. دي ميك سندروم. ساعات بيبقى فيه عند العيان فاريكوز ليمفاتيك، والليمف فيسل يا اولاد بيعتمد على الفالفز زي الفين. الليمف فيسل معتمد على الفالفز زي الفين، فلما بيحصل فيه فاريكوز ليمفاتيك بيحصل اديما، وعاده في الادلت هود، فيقولوا عليها ليمفيديما طاردة. ليمفيديما طاردة يعني البرايمري ليمفيديما دي كونجينيتال بريديسبوزيشن. الميلوري ديزيز ده ابليزيا للليمفاتيك، فبتبقى ديتنج سيسترز. الميك ديزيز هايبوبليزيا للليمفاتيك، يعني الليمف بس المعموله بس مش حلوه يعني، فبتبان في البيوبرتي، بان ليتر اون في البيوبرتي، ده الميك ديزيز. الليمفيديما طاردة بتبان ليتر اون ان لايف، دي بتبقى غالبا فاريكوز ليمفاتيك. الجزئيه دي واضحه يا اولاد؟ ومين ديتنج سينس بيرس، ومين في الادلت هود، ومين ليتر اون لايف بعد 35 سنه، لان هي دي الام اس كيو. يعني الام اس كيو دايما بتيجي في ميلوري ديزيز وميك ديزيز. الام اس كيو دايما بتيجي في ميلوري وميك. امال السكندري لمفيديما يعني تت، سكندري لمفيديما تت، روما انفلاميشن، تيومر، تيومر مثلا لمفوما لو برايمري، او سكندريز، سكندريز وسدت الليمف نود. يعني مثلا كانسر بريست بعد متاسس في الليمف نود فالدراع ورم، او عين جاله لمفوما فامبيرنج الفينس درينت، فدي تيومر نيوبلاستيك برايمري وسكندري. تروما مثلا دكتور دخل عمل بلوك ديسكشن للليمف نود اللي في الابزيلا، واحده عندها كانسر بريست والدكتور دخل عمل راديكال ماستكتومي، فكانت النتيجه ان الدراع ورم، فكانت النتيجه ان الدراع ورم، فدي تروماتيك. او انفلاميشن، انفلاميشن بقى فلاريا تي بي بيرن راديشن، لان تعريف الالتهاب تيشو ريسبونس تو ايريتانت، فيزيكال كيميكال ميكانيكال مايكرو اورجانيزم ريسبونس اوف ذا ليفينج تيشو تو ايريتانت، فيزيكال كيميكال ميكانيكال مايكرو اورجانيزم. اشهر حاجات في بتعمل لمفيديما اولاد الفلاريا والسيليولايتس، اشهر حاجات، اشهر التهابات بتعمل لمفيديما الفلاريا والسيليولايتس، اشهر التهابات بتعمل لمفيديما الفلاريا والسيليولايتس. يا دكاترة يعني الصفحة أعتقد المشكلة اللي فيها الكونجينيتال، لكن الأكوار بتت يعني كنت مفتكر يعني، يعني الكانسر بريست لوحده يديك ثلاث أسباب، يديك تيومر لو الورم سد الليمف نود، ويديك تروما لو اتعمل موديفايد راديكال ماستكت، ويديك التهاب راديشن على الأكزيما. الكانسر بريست لوحده يظبط لك التت، كانسر بريست لوحده يظبط لك التت، في من التروما الراديكال ديسكشن، وفي من التيومر الميتاستس على الليمف نود، وفي من الالتهابات الراديشن، لو حطيتوا عليها الفلاريا والسيليولايتس اتعشت، لو حطيتوا عليها الفلاريا والسيليولايتس تبقى اتعشت خلاص. طبعا الإديمة الليمفيديمة ممكن توصل لمرحلة إليفانتيزيس، وبينها وبين السيليولايتس فيشس سيركل، يعني السيليولايتس تعمل ليمفيديمة، يوم الليمفيديمة تزود السيليولايتس، يوم السيليولايتس تقفل الليمف فيسل وتعمل ليمفيديمة، يوم الليمفيديما تشد الجلد وتسهل حدوث السيليولايتس، فبينهم وبين بعض فيشس سيركل. عشان كده يقول لك كومبليكيشن انفكشن دي الفيشس سيركل.
بتاع الثري لاينز، والاليفانتيزيس ان احنا نوصل للتفيل، والحاجه اللي هي الاكستريملي رير الليمفانجيو ساركوما. الليمفانجيو ساركوما ده ولاد خدناها بباب البريست، ان الست لما بيجي لها الامفيديما في ايديها في الكانسر بريست خدناها بعد العمليه، لما يجي لها براوني ايديما او ليفانتيزيس او ليفانتيزيس سيرجيكا ممكن يجي لها الليمفانجيو ساركوما على اللونج ران، وبعدين انتوا نسيتوها. فلما جيت اشرح باب الليمف نسيتوا الليمفانجيو ساركوما، وانا فكرتكم بيها انها موجوده باب بريست، وبعدين انتوا نسيتوها، وبعدين بفكركم بيها في المراجعه بتاعت الليمف اهو، ان الليمف ديما بتعمل ليمفانجيو ساركوما. خلاص بقى خلاص كبرت بقيت دكتور ايه؟ يعني الليمف ديما ممكن يعمل الليفانتيزيس، ممكن يعمل انفكشن، ممكن يعمل ليمفانجيو ساركوما. الليمفديما في الاول بتك، وبعدين بالوقت بيحصل اورجانيزيشن وفايبروزيس للليمف وتبقى نون بتك، لان الليمف بيبقى فيه ماكرو موليكيول فبيحصل له فايبروزيس واورجانيزيشن فيبقى نون بتك. يمكن لو تفتكر كنت اقول لكم ان البول بيروح الدم لكن البراز يروح الليمف، ما اعرفش لسه فاكرين الكلام ده ولا لا. يعني كنا نقعد نشرح دايما ان الخلايا بتاكل وبعدين تتبول وبعدين تتبرز، وان البول اللي هو اللو موليكولار ويت بيروح الدم فين، لكن البراز بيروح الليمف فيسل المفتوحه دي. فلما الليمف فيسل بتتسد الماكرو موليكول بتتحوش، فالماكرو موليكول ده بيحصل لها اورجانيزيشن فايبروزيس، الماكرو موليكول دي بيحصل لها اورجانيزيشن اوف فايبروز، ولذلك الليمفيديما ات فيرست بيتنج ليتر اون نون بيتنج. العيان بتاع الليمفيديما بيعيش فبيشوف مراحل كتير قوي، يعني العيان في الاول يبقى جاست زيادة في الوزن، وبعدين يبدأ يجيله بيتنج ديما يقول لك أنا بنام أصحى كويس، على آخر اليوم رجلي طورة، وبعدين يبدأ يجيله نون بيتنج ديما، بعدين يبدأ بقى إيه يجيله إليفانتيزيس كده وتفيل، ويبقى جلد فيه كورينكل ويفتح يعمل بولي، يعمل بولي ويفتح بمالتيبل ساينس ديسشارجنج ليمف. يعني يبدا يحصل بقى سكين مانيفستيشن جامده قوي، يبقى جلد فيك ورينكلد وبيجمنتد ويعمل بقى ليه ليمف فقفيق كده، فقفيق تفرقع وتخر ليمف على بره مني. فالعام بيعيش، فلما بيعيش بيشوف مشاكل كتير. يمكن بتوع النساء انا اقول لكم الست اللي عندها بريك لامسيا في الاول في الاديما يجي لها زياده في الوزن، وبعدين يجي لها اديما في رجليها لما تقف على اخر النهار، لما تنام تصحى كويسه، وبعدين لما تقف رجليها تورم، بعد كده تبقى رجليها ورمه ايفن لو لما تصحى من النوم، وبيقعدوا وبيقفوا، لان الست بقى يا بتتعالج يا بتموت، يعني بتاعت البري كلامسيا دي تعالجها يا اما هيجي لها كلامسيا وتموت. انما عيان الليمفيديما بيقعد، عيان الليمفيديما بيقعد طبعا. فبنشوف بقى الجلد التخين قوي والتفيل والبولي والساينسس كل ده بيبان بقى على العيان. فاهمين على ده ولا لا؟ من الحاجات اللي بنشوفها بدري قوي ستيمر ساين. ستيمر ساين ده يقول لك شوف الفرق البني ادم النورمال لما تيجي تعمل بنشنج لجلده هنا بيبقى رفيع قوي، شوفوا هنا تخين ازاي؟ من الحاجات اللي بنلقطها بدري الستيمر ساين دي. شايفين الفقافيق اللي بتحصل؟ بعد شويه تفتح وتعمل ساينس ستيم ساينس.
من الحاجات المميزه قوي برضه يا ولاد ان الليمفيديما بتخلي الرجل كبيره قوي واحيانا رينكلد وبتاع، لكن عند الانكل بتبقى اقل. يعني في منطقه الانكل بتبقى اقل الاديمه عن بقيه الرجل كلها. بس انا همني قوي بصراحه كانت ستيمر ساين والبولي اللي بتفرقع والشارجنج ساينس، وان عم بيجي له ريبيتد سيلولايتس. مهم قوي ان انت تاخد بالك ان عندهم بياخدوا لونج اكتنج بنسلين، يعني لازم ياخدوا حقن بنسلين كل شهر، لان السيلولايتس بتزود الامفيديما والامفيديما بتزود السيلولايتس فيش السيركل. الجلد عليها السبكتينس فات بيبقى قليل شويه في الانكل، يعني السبكتينس فات بيبقى قليل شويه في الانكل عن بقيه الرجل، عشان كده رجل بتورم وتيجي عند الانكل تبقى اقل شويه. الانفستيجيشنز طبعا العيان احنا بنعرف الامفيديما بالاكسكلوجن، يعني لما بيجي لي حد عنده قديمة في رجله أول حاجة بنشوف الكارديا كونديشن، بعدين نشوف الألبومين، بعدين نشوف إذا كان نيوتريشنال والليفر فانكشن. فلما بلاقي سبب خالص بقول لمفيديما، يعني الدياجنوز بتاع الليمفيديما بالإكسكلوجن. السبب إيه بقى؟ الدياجنوز بتاعها بالإكسكلوجن الانفستيجيشن، الانفستيجيشنز بتاعتها صعبه قوي ومش مظبوطه، ولذلك الدياجنوز بتاع الليمفيديما بالاكسكلوجن. الدياجنوز بتاع بقيه الحاجات اسهل، يعني انا عملت ايكو على الهارت هعرف اذا كان في الهارت في مشاكل ولا لا، لو عملت ليفر فانكشن اعرف مشاكل الليفر واعرف الالبومين، كيدني فانكشن. انما الليمف الانفستيجيشن بتاع الليمفاتيك صعب قوي ومش مظبوط، عشان كده احنا بنشخص الليمفيديما بالاكسكلوجن. لما اكسكلودنج بقيه الاسباب اقول ايوه دي بقى ليمفيديما. ليه بقى يا اولاد؟ اصل هو الانفستيجيشن بيحتاج ايه؟ سي تي دي افضل حاجه، وام ار اي دي افضل حاجه، بس دي بتشوف الليمف نود الكبيره مش الليمف بس، بتشوف الليمف نود الكبيره بس. فانا اقول الليمف نود كبيره وسد الليمف فيسل، فاهمني؟ لكن مش هتعرف تشوف الليمف فيسل. الدوبلكس بعمله تو اكسكلود فينس كوز للإديمة، يعني الدوبلكس بيوريني مش البين، مش بيوريني الليمف، بيوريني الفين، عشان لو في مشكله في الفين تبان ان هي سبب الإديمة ولا لا. امال ايه الانفستيجيشن بتاعت الليمف؟ ان انا احقن صبغه في الليمف فيسل واصوره، اصوره اكس راي، يعني احقن صبغه في الليمف فيسل واصوره اكس راي، او احقن ماده مشعه في الليمف فيسل واصوره بالجاما كاميرا اللي هي سنتيجرافي. سنتيجرافي يعني مواد مشعه. فانا ممكن اعمل احقن صبغه في الليمف فيسل واصوره اكس راي لمفانجيوجرافي، وممكن احقن ماده مشعه في الليمف فيسل واصورها بالجاما كاميرا ليمفي سنتيجرافي. بيقابلنا مشكله كبيره ان الليمف فيسل مش باين، فانا هحقن فيه ازاي صبغه او ماده مشعه؟ عايز تشوف الليمف فيسل؟ احقن ميسيلين بلو في الجلد، بعد شويه هتلاقي الليمف عكر وبدا خط ازرق يبان، هو ده الليمف بس. مش تحقنه في الدم، في الجلد. فالجلد فيه ليمف، فبيبدا الليمف يبقى لونه ازرق فالليمف بس يبان. حط بقى فيه كانيولا واحقن الصبغه بتاعتك او الايزوتوب سكان. طبعا اكريسي مش عالي، اكريسي مش عالي طبعا. فده الليمفانجيوغرافي والليمفي سنتيجرافي. الليمفانجيوغرافي صبغه وصور باكس راي، الليمفي سنتيجرافي ايزوتوب وصور بجاما كاميرا، كلهم بيشتركوا في ان انا لازم عشان اشوف ليمف فيسل بحقن ميسيلين بلو في الجلد،
واول ما خط ازرق يبان اللي هو الليمف فيسل بقوم حاطط فيه الكانيولا وحاقن. ممكن بعمل ميد نايت سيك بلاد فيلم او سيرولوجي عشان الفلاريا. ميد نايت سيك بلاد فيلم او سيرولوجي عشان الفلاريا. ايه اخبار الانفستيجيشن زمان؟ خلي بالكم ان احنا نقول ذا بيست سي تي، ودي بتشوف لمف نود ما بتشوفش لمف فيست. انتم تفهموا ان الليمفانجيوجرافي والليمف سنتجرافي يعني فيري زفت فيري زفت، نتائجهم وحشه قوي وصعب، صعبين صعبين، فاهمين يا ولاد؟ عشان كده الانفستيجيشن بتاعت باب الليمف يعني مش قوي، فاحنا بنبقى ميالين لتشخيص الليمف ديما بالاكسكلوجن. ايه الاخبار يا ولاد؟ الانفستيجيشن تمام؟ الحقيقه الانفستيجيشن صعبه قوي ومش مظبوطه، والتريتمنت نتائجه زي الزفت. يعني الانفستيجيشن صعبه قوي ومش مظبوطه، والتريتمنت نفسه نتائجه زي الزفت. لا الام ار اي ما يشوفش الليمف بس الامان، عشان الليمف عديم اللون، الليمف عديم اللون فبياخد نفس لون الانسجه اللي هو فيه، فحتى الام ار اي ما بيعرفش تديسكريمينيتد قوي، يعني لازم نحن فيه جادولينيا. هي نفس الفكره يعني. الحقيقه عشان نعالج بقى يعني الليمفيديما، يعني لو في فلاريا بنعالجها بهترازان، لو في فلاريا بنعالجها بدواء اسمه هترازان. ونقعد نعمل بقى مساج كده واكسرسايز ومساج، ممكن نعمل انترميتنت نيوماتيك كومبريشن بامب، نيوماتيك كومبريشن ما في البين، ممكن نعمل فور لاير بانديج، ندي لونج اكتنج بنسلين عشان السليلايتس، فاهماني؟ نعالج الفلاريا بقى بهيتروزان واكتوسكي وصلات، يعني ممكن نعمل له مساج مانيوال مساج، ممكن يلبس الاستيك ستوكينج، شراب دوالي، ممكن نحط حاجه اسمها فور لاير بانديج، يعني بنجيب رباط شاش نحطه على رجله، وبعدين رباط ضاغط نشده شده خفيفه كده عليه على رجله، وبعدين رباط ضاغط تاني، رباط ضاغط تاني نعمله اكساد، اكساد اكساد بقى بقوه يعني اكتر شويه، وبعدين بنجيب رباط ضغط ادهيسيف كوهيسيف بقى يعني او رباط ضغط النوع اللي بيلزق ونحط المود، فبنعمل له رابطه فور لايرز، رابطه فور لايرز شاش، وبعدين رباط ضغط اكسات من فوق لتحت، ورباط ضغط اكسات من تحت لفوق، وبعدين كوهيسيف باند، فهو ده يقولوا عليه فور لاير باند. مش مهم انت هتعمله ازاي لان انت مش هتعمله يعني، بس هو فور لاير باند. ممكن نعمل له نيوماتيك كومبريشن باندج، ونعالج الموسكيتو بهترازان. طب امتى نعمل براحة؟ لو وصلنا لمرحلة ديسابيليتي، يعني العين خلاص مش عارف يتحرك برجله، هو مش قادر يتحرك برجله خلاص، لأن وزنها بقى قد وزنه، خلاص ما بيتحركش. وزنها بقى قد وزنه فما بيتحركش. في اي حاجه يا اولاد قبل ما نخش على الجراحه؟ في حد عايز يسالني على اي حاجه قبل ما نخش على الجراحه؟ والله يا ماني يا ستيمر ساين ما بتتفهمش، دي باينه يعني ان احنا لما بنمسك الجلد بتاع السكين فولد بتاع الويب ده، النورمال ان يبقى رفيع قوي كده، لو لقيناه تخين كده ودي بدايات الليمفيديما. انا مش عارف يعني هتفهميها في ايه يعني. هي دي اول حته بيحصل فيها الليمفيديما. فلو مسكت الجلد بتاع الويب كده المفروض يبقى رفيع نورمال. العام بتاع الليمفيديما هيبقى تخين.
بس هي دي ستيمر صن. لا لا يا منى، هصور يعني هعمل اكس راي بالمسلين بلو ازاي؟ هو المسلين بلو هيبان في الاكس راي؟ الاكس راي لازم الترا فلويد اللي بيدول، يعني بيدول عالي السيوله يعني، او ماده مشعه وجاما كاميرا. المسلين بلو بيبقى لي حته صغيره بس في لينف فيسل كده، بيعكر لي حته صغيره من لينف فيسل اشوفها، لكن عشان اشوف واصور وبتاع عايز يعني حاجه اصورها، عايز حاجه اصورها. نروح على التريتمنت، يا اما هشيل حته من الليم، شيل حته من الليم سكين وسكتين استشو دي فاشيا، وبعدين اقفل صف واحد، اقفل صف واحد، يا اما صفين، يعني هشيل زي ما يكون عندي زاكيته او تي شيرت واسع كده، فانا هشيل منه حته، يعني مثلا شايفين الدبدوبه دي مثلا، انا هشيل الحته اللي فيها الدبدوبه خالص، وبعدين اقفل صف واحد او اقفل صفين. لو قفلت صف واحد، لو قفلت صف واحد تبقى سيس ترانك اوبريشن، لو قفلت صفين تبقى سويسرول كيك اوبريشن، لانها لما بتتقفل صفين بتبقى شبه هوكوز اللي هو السويسرول، فقولوا عليها سويسرول كيك اوبريشن. يعني زي ما تكون دي واسعه كده، دي واسعه كده، فانا هشيل حته، انا هشيل حته. اقفل ازاي بقى بعد ما شلت؟ يا صف واحد يا صفين، صف واحد يبقى سيس ترانك، صفين يبقى سويسرول كيك. اول اتنين واضحين ان انا هشيل حته من الجلد وسبكتينس تيشو ودي فاشيا، وبعدين اقفل، يقفل صف يقفل صفين، قفلت صف دي عمليه سيس ترانك، قفلت صفين دي عمليه حلوه اسمها سويسرول. بعدين السويسرول الجميل سويسرول كيك اوبريشن. دي واضحه؟ وبعدين جه واحد اسمه شارل قال احنا هنفضل نشيل حته وبعدين نقفل، شيل كله، شيل كله، شيل كل الجلد والصبح تنس تشوي يبقى ابو رجل مسلوخه، ونحط سبليت جرافت عليه. شيل كله كله جلد كله بالسبكتينس تيشو، يعني سيسترانك وفيسرول كيك اوبريشن، بشيل حته، بشيل حته كده واقفل الباقي عشان الرجل تصغر. شارل قال سيبك من الكلام الفاضي ده، شيل كله، شيل كله وحط سبليت جرافت. حتى لو حد فيكم شاطر في ال، حد فيكم شاطر في البلاستيك، السبليت جرافت دي معمول لها ميشن، السبليت جرافت دي مخرمه معمول لها حاجه اسمها ميشن. فاهمين شارل عمل ايه؟ يا سيست رانك شال حته وقفل، وسويسرول كيك قفل دبل بريستنج يعني صفين. قام جه شارل قال شيل كله ونحط سبليت جرافت. فاهمين يا ولاد؟ التانية يعني مثلا في ناس عملت لبست الميكروسكوب وقعدت تخيط الليمف فيسل في البين، يعني تخيط هو الليمف المفروض يصب في البين زي الثراث الضغط، الثراث الضغط اللي بتصب في الفين، فهم بيقعدوا يعملوا مايكرو فاسكولار تكنيك كده ويخيطوا الليمف فيسل في الفين. في ناس بقت تشيل الليمف فيسل من الابر ليمب تحطه في اللور ليمب، يعملوا زي توصيله زي جرافت، جرافت. عارفين العمليه بتاعت الكرونيك فينس انسفيشنسي لما خدوا حته من الكفالك فين وحطوها في الرجل ما نفعتش؟ فهنا برضو جربوا نفس الحكايه، خدوا حته من الليمف وحطوها تحت برضو ما نفعش. ففي ناس حاولت تخيط الليمف فيسل في البين، فاهمين يا ولاد؟
وفي ناس حاولت تاخد ليمف فيسل من ابر ليمب بتحط في اللور ليمب، وفي ناس عملت جابت حته اومنتم. دي عمليه كانت غريبه يعني، خدت حته اومنتم وعدته من تحت الانجوانا ليجامنت كده وسابته تحت نص الليمف، وسابت الفلابه بتاعت الاومنتم دي تشد الليمف يعني. اكيد بتوع البطنه برضو كان اقول لكم ممكن في الاسايتس ناخد حته انتستين كده نعمل ريسكشن واناستوموزس، وناخد نسيب حته انتستين مفتوحه كده سايبه تشفط الاسايتس من البطن. قالوا لكم على الخزعبلات دي ولا لا؟ ان احنا ممكن نعمل ريسكشن واناستوموزس وناخد حته انتستين كده نسيبها بالميديكال بتاعها يقوم الاسايتس وهو معدي جوه الانتستين يشفط الاسايتس. اي خزعبله وخلاص. ففي واحد خد حته اومنطه منزلها برضو تشفط الليمف. عملها كلها فاشله. اختل لك اي اتنين تلاته احفظهم. وهي بتتعمل عشان الديسابيليتي يعني العيان خلاص مش قادر يتحرك. وعاده بتفشل، واحسن علاج للليمفديما بصراحه احسن سيرجيكال تريتمنت للليمفديما امبيتيشن. الديسابيليتي دي امبيتيشن وارتفيشال ليمف. العمليات دي كلها فاشله يا ولاد، السكسس ريت بتاعها قليل جدا يعني. عشان كده الاولي انديكيشن فور سيرجري الديسابيليتي، عشان كده الاولي انديكيشن فور سيرجري الديسابيليتي. ايه الاخبار يا ولاد؟ نودوليون دي لاسسترام، نودوليون دي يا مريم ليس سترام. حد عايز يسألني على حاجة يا رب؟ حد عايز يسألني على حاجة؟ قولي يا مريم. مين؟ منا؟ قولي يا منا. الو، ايوه منى. يا دكتور ازي حضرتك؟ قول. عندي اسئله في الارتيريا المره اللي فاتت في الانترا يعني. ارتيريا. حامل لك يا مريم الهيد انجري، حاملها لك عينيا حاضر. اول بس بجهز سلايد دلوقتي كده هقول لكم ان انا هعمل الهيد انجري في الوقت الفلاني. هبعت لكم مع محمود اعمل لكم الهيد انجري والنيرف انجري، غالبا ان شاء الله اعمل لكم الهيد انجري والنيرف انجري قريب. قولي يا منى. في الانترا ارتيريال دراج انجكشن، ليه الديستال بالس بيكون نورمال؟ ليه ايه؟ الديستال بالس بيكون نورمال. عشان السدد والجلط بتبقى في الديجيتال ارت. يعني كل ما كان الشريان كبير كل ما دفئة الدم بتمنع التجلط. بالذات مع الدكستران اللي انا من دي انتي كواجلانت اللي انا مديها، فمع دفئه الدم الشرايين الكبيره بتتحمل، لكن الديجيتال ارترز ما خلاص بتتسد يعني. هتلاقي العيان عنده ريديال بالس لكن ايده لكن صوابعه هتبقى يعني. هو الديستال بالس ده مقصود بيه ان هو حاجه ابعد من الريديال بالس؟ هو ده الريديال والانر بالس، هو ده الديستال بالس، ما ده اخر بالس، ما ده اخر بالس بتحسيه يعني. يعني واخر بوكس بيتقفش بي بيستلي في الابر ليمب ايه؟ الريديال. فهو بيبقى محسوس يعني لغايه الريديال ارتري والانر ارتري البلس محسوس، لكن الديجيتال ارتري بتبقى تسبب خلاص. تمام اوكي. طيب ليه الارتريوجرافي كونترا انديكيتد؟ احنا اتفقنا ان الديستال اسكيميا مش هنعمل فيها لا باي باس ولا بالون دايلاتيشن وستنت، فانا هعمل ارتريوجرافي ليه؟ هو ما فيش قدامي الا يا سمباسيكتوم يا امبيتيشن، فانا مش هستفيد خالص من الانجيوجرافي يعني. انا عملت انجيوجرافي في مثلا دراج انجكشن اشوف ايه يعني؟ اشوف الريديال بالس كويس وان الارتري موجود والريديال ارتري موجود والديجيتال ارتري موجود، انا هعمل انجيوجرافي ليه عشان ايه؟ خلاص تمام.
خلاص يعني ده كده حاجة irreversible، علاجها يا sympathectomy، مفيش أكتر من كده. هو غالبا بتبقى irreversible وما بيستجيبش للعلاج، وصعبة بتبقى جانجنس، ده البروجنوسيس. طيب تمام. طيب وبعدين في انا قعدت الحديث فترة يا بينا الحصة اللي فاتت اقول يا جماعة البروكسيمال اوبستراكشن الارتيريوجرافي مهم، لان انا هختار ما بين بالون دايلاتيشن، بالون دايلاتيشن وستين، ولا اعمل باي باس، واعمل التيك اوف منين، واللاندنج منين، كل ده الانجيوجرافي از ماست. لكن الديستال سكيميا البرجر والرينودز ما بنستفدش حاجه خالص من الانجيو، بنشوف تمام كلام احنا عارفينه وما بنستفدش حاجه. حصل؟ فعلا، بس حصل، انا بس ما كنتش واخده بالي حتى من ده اعتقد بقى. انا مسكت حد حلفت، مش مسكت عارفه، حد ممكن حلفته في الحصه. مين؟ تقريبا انا انت برضو اللي حلفتك طب هو في ايه يا منى؟ مش واخده بالي ان احلفي في تاني ديستال الحصه دي يا منى، خالص. احلفي تاني ان الديستال سكيميا الانجيوجرافي از نوت ا ماست في الديستال سكيميا. قولي ورايا، الانجيوجرافي از نوت ا ماست في الديستال سكيميا. قولي Angiography is not a must in this study scheme. والله. والله بس خلاص يعني. خلاص تمام، بس ما كنتش واخده بالي ان دي ديستال اسكيميا، بس خلاص تمام. ايوه ديجيتال ارتري، هو في ديجيتال اكتر من كده؟ بعد الديجيتال ارتري واحد صاحبي، ماشي بعد الديجيتال ارتري صاحبي على طول. خلاص تمام. طيب في الكريتيكال لمب اسكيميا، ليه الريست بين ما يبقاش above the ankle؟ اصل زي بريفرال نيورايتس كده، يعني النيرف اسكيميا بيبقى شبه البريفرال نيورايتس، يعني الديستال نيرفز اللي افكت، اشمعنى يعني؟ يعني دي ابعد حاجه عن البلاد سبلاي. يعني انت متخيله فكره، طب اسمع انت، اشمعنى الصبع الكبير اللي بيموت دايما في الاسكيميا؟ عشان ده أبعد حاجة عن البلوت سبلوم. هي نفس الحكايه برضو، نيرفز الديستال هي اللي ابعد حاجه عن البلاد سبلاي. خلاص تمام. طيب في الكريتيكال ليمب اسكيميا برضو السي تي انجيو ملوش دور بقى، عشان مش ثيرابيوتك صح؟ بعمل انجيو على طول، هو كونفنشنال. ايه معلش. في الكريتيكال ليمب اسكيميا بعمل بقى الكونفنشنال انجيو على طول، مش السي تي انجيو صح؟ بعمل كونفنشنال او سي تي انجيوجرافي، ما انت عارفه ان السي تي انجيوجرافي وال3 دي ايدنتيفيكيشن هايلي ريبليسنج كونفنشنال انجيوجرافي. ما هو علشان الكريتيكال اوكي خلاص تمام، يعني هو السي تي انجيو هنا احسن. يعني دلوقتي بنبدا بيه عاده، هو هايلي ريبليسنج كونفنشنال انجيوجرافي. ما بيعملوش دلوقتي كونفنشنال انجيوجرافي الا انترا اوبراتيف، لما بييجوا يعملوا بالون دايلاتيشن او بالون دايلاتيشن وستنت، فبيعملوا كونفنشنال انجيوجرافي انترا اوبراتيف، انترا اوبراتيف على ترابيزه العمليات. ده اللي انا قصدي عليه، لان كريتيكال ليمب اسكيميا ده هعمله عمليه، فمن الاحسن ان انا اعمل بقى الكونفنشنال انجيو على طول، علشان هبقى خلاص هعمل اوبريشن، فليه ايوه اعمله بس سي تي الناس انجيو؟ دي، حاضر حاضر، الناس دي اصلا يعني انا هعمل كونفنشنال انجيوجرافي لما افتحه واشوف الشريان قدامي، وبعدين احط فيه الكانيولا وبينج، فاهمه يعني بينج وكده. لكن السي تي انجيوجرافي دي حقنه في الوريد، انت متخيله كونفنشنال انجيوجرافي ده؟ يعني لازم ادي لوكال انستيسيا وبنشر بابره تخينه سلندر نيدل ودكت منها حاجه، انت فاهمه ان ده انفيزيف قوي. فهمه. ما هو سو ايزي زي السي تي انجيوجرافي، وبالعكس بقى السي تي انجيوجرافي كمان ممكن اخد منه صور 3 دي، فهو كشكله كدايجنوزيس احسن من الانجيوجرافي العادي، تمام احسن من الكونفنشنال انجيوجرافي. لكن الكونفنشنال انجيوجرافي مستو انه بيديني انترا فاسكولار سيرجري، انه بيدخلني جوه البلاد فيسل، اقدر اعمل بالون دايلاتيشن ستنت. تمام اوكي. طيب في الدراي جانجرين، يعني ايه هو الفرق بين كونزرفاتيف امبيوتيشن ونون كونزرفاتيف امبيوتيشن؟ العيان جالي امتى؟ يعني لو العيان جالي بدري وعنده جانجرين في بيكتو بس،
فانا هعمل توصيله واقطع البيك 2 بس. لو ما كنتش عملت انا التوصيله دي كنت هقطع اباف مي. ده النون كونزرفاتيف. فده كونزرف. لو ما عملت حته صغيره. انما لو العين جالي متاخر والجنجرين لغايه فوق الركبة، فانا ما عملتش باي باس ولا حاجه. عملت باي باس ليه؟ ما كله مات لغايه فوق الركبة. فانا عملت امبيتيشن لغايه السبب، فانا ما عملتش كونزرفيشن لاي حد. انا ما عملتش كونزرفيشن لاي حاجه في الركبة. اوكي، يعني في الكونزرفاتيف بعمل الاول ريفاسكولاريزيشن وبعدين الامبيتيشن. ايوه كمان، فانا بكونزرف رجله، بكونزرف رجله، بعمل له حاجه اسمها لمب سلفج. تمام، انما الثانيه مش بعمل بقى ريفاسكولاريزيشن. انا ما هو جه متاخر، انا عامل له جه متاخر، فانا قطعت الريفاسكولار. طيب خلاص تمام. طيب دكتور، عندي سؤال بالنسبه للامتحانات اللي جايه دي. هو ايه الفرق بين الاوسكي واللونج كيس والشورت كيس؟ اللونج كيس بيبقى حاله فيها هيستوري واكزامينشن ودسكشن. يعني اللونج كيس ده حاله فيها هيستوري واكزامينشن ودسكشن ودرجتها كبيره. ده اسرع عيني مش كده؟ لا يا دكتور، عين شمس. عين شمس؟ اللونج يعني مثلا قصر العيني الدرجه 70 درجه على اللونج كيس، عين شمس درجه اللونج كيس خيبان 40 درجه. فاهمه؟ لكن في كل الاحوال كلمه لونج كيس يعني هسيبك تاخدي هيستوري وتعملي اكزامينيشن وبعدين اسالك بقى، يعني ديسكشن انا وانت على الحاجه. طب والاكزامينيشن ده زي اللي خدناه في الكلينيكال، هو حاجه لوكال؟ هو اللي هو الاكزامينيشن اللي خدناه في الكلينيكال بالظبط. اوكي طيب، مش شورت. الشورت كيس درجته اقل من اللونج كيس. يعني مثلا لونج كيس لو درجته 40 درجه هيبقى شورت كيس درجته 20 ولا حاجه. فاهمه؟ وبيبقى مينلي لوكال اكزامينيشن بس. ما ناخدش هيستوري. هي لوكال اكزامينيشن كده، وممكن يسالك سؤال ويقول لك امشي. الاوسكي ما فيش احتكاك بينك وبين الدكتور خالص. انت بتفحصي وهو بيتفرج عليك وانت بتفحصي ويديك الدرجه. لكن ما فيش اي كلام بينك وبينه. يعني شورت هيسال بقى ودسكشن وكده، انما الاوسكي لا. الاوسكي ما فيهوش اي دسكشن بينك وبينه، هو بيتفرج عليك وانت بتفحصي ويديك الدرجه بس كده. ماشي. طب دكتور، مش عارفه فجاه كده لقيت على السايت مراجعه ثايرويد وبريست، وحضرتك عملتهم امتى؟ عملتهم في غفله من الزمن. يا كانت في غفله فعلا. طب دول اسمهم امتى ولا انظمهم ايه؟ عملتهم في غفله من الزمن، واحتمال اعمل لكم مراجعه النيورو سيرجري في غفله من الزمن فجاه كده، وعامل مراجعه النيورو سيرجري. طب دول فين في الجدول؟ عشان الجدول يمشي زي ما هو. فاهمه؟ اللي عايز يسبق يسبق، اللي مش عايز يسبق خلاص براحته. فاهمه؟ الحاجه موجوده على السايت. طيب يعني حضرتك ترشح ان يعني انا مثلا انا وجهه نظري ان الجدول يمشي محترم، يعني الجدول يمشي محترم لغايه ما يخلص. عايزين نزود حاجه نزودها بعد الجدول. فاهمه؟ بس هو اصلا مفيش وقت تحط حاجه وسط الجدول. ايوه برافو عليكي، لان مفيش وقت ان انت تستوعبي اكتر من الجدول اصلا. فاهمه؟ فانا لو حملتك فوق طاقتك مش هتذاكري حاجه. فاهمه؟ ولكن الناس ساعات بيبقى عندها بالذات بتوع عين شمس هيبقى عندهم فوبيا، فوبيا كده وتشنجات سيزرز. الحاجات اللي داخله الاول، الحاجات اللي داخله الاول. انا مش فاهم هو في ايه بعد 24/10، في خلاص كده فاضل شهر 11 والامتحان يعني. فانا مش فاهم يعني هو بعد كده في ايه، انتوا عمالين تتخانقوا على ايه؟ مانيش فاهم. وان اللي عايز يخلص لازم يخلص كله دلوقتي دلوقتي دلوقتي، ما ينفعش بعد الامتحان يخلص حاجه يعني. هاوفر الناس دي هتبقى عصبيه يعني، فما فيش مانع ان يبقى في مراجعه نيورو نسبي ومراجعه اورسو نسبي. فاهمه؟ هو عايز ياخد مراجعه النيورو ومراجعه الاورسو ويسيب بقيه الجراحه براحته لامال اهلي يعني. فاهمه؟ يعني الفكره ان انا ما ابقاش ازيد حد، وما فيش حد اتعصب فاذى كل الناس اللي معاه.
فاهمه؟ لكن انا افتح الحاجه للناس، كل واحد يمشي بسرعته هو يعني. طيب يعني الحاجات دي نشوفها بعد الجدول احسن؟ براحتك بقى، ماشي اللي يريح، خلاص فاهم ماشي. قصدي؟ في ناس منكم على الفريق يعني مخلصين المراجعه معايا في المراجعه وعندهم وقت، وانا دكتور متاكد. البطنة مظلومة جامد والله. والله انا هنعمل لها ايه؟ هي اصلا عامله زي الليله السوداء، فما مش هتفرق يعني، فما يعني هي البطه دي عامله زي الليله السوداء كده، ما بيبانش فيها مذاكره، حتى لو ذاكرتي ما بيبانش فيها مذاكره، ربنا يسهل. فما تقلقيش عليها. خلاص ماشي اوكي ايه اوكي طيب، عايز استنى حاجه تانية منها؟ لا شكرا يا دكتور.